تكلم. تعال شوف دستور. سمك. ايه ايه. والله في سمك. هي تعال. ها؟ يابا. انا انت فتشيت عني من السوق. ها؟ انا انت من السوق فتشيت عني. تد مرة شفت بحر داخل بر؟ والله اني داري. شو هذا؟ والله اني داري كيف تقطعونه. صاري لحقه لحقه لا شلها مرينا اسحبها مرينا فا يا صالح ما يعرف هاي يطيع منو هاي يخلي منو يلا ها والله ما ركبوا وياي خلاص لا خلاص والله ولا واحد منهم انت راس فراس صالح كيكه شبل من بعيد اقول لك اشل من تحت وياكله ياك صالح منو انت ما يعرف الطريق ضيع يقول ريحة حنة كيف ريحة حنة هني ماكل دخون ولا بابا تغمض عينك في كلاس ها انتبه ها في كلاس اطلع والله ما يوصل ترى باليوم الكويت ترى باليوم الكويت والله هم مستانسين والله تي يستانسون صح ولا طالع هاك 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 يبغى يحضن انقلب 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 سيل هاك 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 دستور 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 كمل عليه هلاك يا اخوك يا انت تبغى تلعبون مال المتر ضيعنا الضارته ضيعنا الضارته هذا غابة حارة وين حارة زين اذنك اذنك شبل شوية والله ما حد مستانس غيره صبوا ها صبوا عينك عينك اول شيء تغسلوا عقب ثيابكم عقب على الحمام صالح سير شوفونهم صابون وشامبو وشوفونهم ثياب. ايه جيب لي الكندور وقفيه. انت توزع ماي بالحبه؟ شو نسوي عاد؟ هلا حطه داخل الدبر ايش فيه ماي؟ ما يحتاج. يلا يلا عشان نصلي عقب. شو يسوي؟ اسمي خلاص الدنيا بيتكم اختربت. عادي عادي. رمل كلك بيتكم استوى ند. يب ما انت كيف تركبهم في السيارة؟ والله ما ركب ها؟ انت قلت لي تعال البيت عندي هي لبس ما عليك عندي لبس بضبطهم سبحهم انظفهم بردهم يا كيوت عطرهم بعد يلا صلاة صلاة يلا هني الخيمة 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 المهم وبعدنا مستمرين نطلع الأغراض شوفوا بعد يبالي شوية
مني شوية ها نشوف نطلع هاي الطاولة. هاي الطاولة وانا شفرت انا طلع هاي المكتبة وعقبها ندخل هني ونطلع الاشياء الباقية. هني كان دستوري يرقد قد باي حجرتي. اسرع واحد تسبح بس اشوفه زعلان ليش؟ والله ما انت شفت شو استوى فيهم؟ لا والله توني واصل. خلاص شوف عيال الحمد لله ما كنت موجود. الحمد لله ولا بتكون نفس دستور؟ نفس دستور ايش؟ ما انت ليش زعلان اليوم؟ شي فيك زعلان؟ ما سويت شي. شو ما سويت شي؟ نمشي دبي صح؟ ها يلا مشي. معزومين يلا جاهز؟ يلا جاهز. اصبر شوي يسلمون. لا موترك انا ابوه نطلع موترك؟ عندك موترك الاسطوري اللي يصورونه كل العالم. ها؟ شو؟ شو قصده؟ ايش قال؟ قبل اصب لك 50 اونا لانك قبل قلت له اصب لك 50 حق سيارته. اونا وحده بوحده. والله كفو 50 بس؟ ومن عندي 50 حلو الله يكثر خير. حد عنده 50؟ من عندي 20 تستاهل بس؟ عندك 10 10 نص فل يعني فل مايت فل هو أبوه. هنا فل وهنا فل يعني اثنين يعني انت بتصير سعودية ما يحتاج ريح.